تعتبر أتشانا منطقة رملية واقعة ببلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة، منطقة يتوافد عليها المواطنون من أجل التداوي بالرمال، طريقة دأب عليها الزوار للعلاج من الأمراض المستعصية. التداوي يتم عبر الدفن في الرمال لمدة 10 دقائق إلى 20 دقيقة مع الشرب المنتظم للمياه الدافئة قبل الخلود للراحة والتعرق، ثم أخيرا الاستحمام. عملية تتكرر عدة أيام لاستكمال العلاج. جيت المنطقة هذه نتاع العطشانة اللي باش العرق إن شاء الله وربي يجيب الشفاء، وعندي مدة من الزمن والبداية تاع المرض بداتني من الثمانينات، روحت للأطباء وروحت للكبار ونصحوني قال يا ودي ما يفكك حتى الرمال، الرمال هي حمامة الباكمة. اللي جيت هنا راني نعرق في كل سنة في كل عام بعد عام، على كل حال والحمد لله ربي شفاني. كنت ما نطلعش خدام، كنت خدام ما نطلعش، نعود شاد البارودات باه نطلع، والآن الحمد لله راني نطلع نجري، نهبط نجري، ترابي مص العرق. بعد اللي نخرج تخرج معايا ريطة نتاع تراب لاصق، بعدها نفض وندخل للاطونت ايه قريطون، نقعد مدة تاعت ساعتين ثلاثة، كاين احيانا نرقد كاين احيانا قاعد. وتخارج ان شاء الله ملايم في الكوفيرتا حتى القريطون، روح ملايم ما نجيش عريان، ونحافظ على الريح ما يضربش. يلايموني جماعة يدوني القريطون، من ثم يعني يجيبوا لي حاجة شربة حارة مردود جور الأجوان نشربها، وراني في الليفل في لاكيتو. المكان هذا راهم يجوه من بداية 20 جويلية حتى 20 أوت، من 20 أوت يبدأوا يخفوا يروحوا. اليوم راهم متواجدين في منطقة عطشانة تابعة بلدية حاسي بحبح. هذه المنطقة توافد عليها كبير من التداوي بالرمال، ويقولوا لها الحمام الرملي. الناس كثر يجوا هنا لهذه المنطقة يداووا هنايا، الحابين من السلطات المعنية يدير هنا مركبات سياحية ويجوا يداووا هنا، وخاصوا أطباء وخاصوا شباب باش يعود يخدم في المنطقة. لازم لها مسلك ريفي ولازم لها إشهار ولازم هكذا، لأن وقع هنا العدد كيجي الإنسان من موليات منه ومن عند الناس يتصلوا بينا ويجونا هنا لهذه المنطقة باش يداووا وكذا، ما يلقاوش المكان وين يقعدوا، ما يلقاوش وين فنادق، ما يلقاوش وين سبل الراحة. وكاين بالناس ما تعرفش هذه التداوي بالرمال، حابين حنايا نورو لهم الطريقة ونورو لهم كيف يداوي. مثال يمشي واحد نص ساعة وعاودي يردموه في حفرة، ومن بعد عاودي يحطوه في زورة باش ما يضربوش الريح ويشربوا لاجوار امور كذا. هذه كاين ناس سبيسيال هنا تعلمهم الناس اللي راه تجي هنايا، وكاين ناس بزاف راهم جاو وكانوا مرضى وكانوا يعانوا من الروماتيزم تاع البرد، ريحوا وراحوا بارين. وناس تداوي بالرمال أثبت فعاليته وهذا بشهادة المواطنين أنفسهم المرضى الذين توافدوا إلى هذا المكان، حيث كثير من الناس جاءوا إلى هذا المكان مرضى وتقريبا لا يستطيعون المشي، بعضهم كان عنده انتفاخ في الركبتين وألام حادة. بعد ما جربوا حمام الرمال بقوا مدة هنا حوالي كاين اللي يبقى 10 أيام، كاين اللي يبقى 14 يوم، كاين اللي حتى يبقى 21 يوم. بعد 21 يوم هذه عندما يذهب في حالة جيدة وصحة جيدة. هذه أنا عينت هذا كم من حالة من المواطنين الذين جاءوا مرضى وراحوا لبس عليهم. أطلب من المواطنين الذين يتوافدون على المنطقة أن يحافظوا على نظافة المكان من القمامة التي يخلفونها من ورائهم. كذلك أطلب من السيد الوالي النظر إلى هذه المنطقة بعين الاعتبار، لأنها منطقة سياحية بامتياز والمحافظة عليها من كل الاستغلال. مخيم مدة 14 يوم 21 يوم جايبين الإنارة هاي بالك تشعل، سمعتني الخضرة الله يبارك، الماء بارد، المواعين هنا نطيبوا هنا تقليدي، كلش
من بعد نرقدوا هنا ما كان والو، لا عقرب ولا أفعى ولا غيرها، كاع ما كان والو. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.